أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. قرار جمهوري بمضاعفة قيمة اشتراك نظام التأمين الاجتماعي من 50 إلى 100 جنيه. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي يقضي برفع قيمة الاشتراك في نظام التأمين من 50 جنيها إلى 100 جنيها عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع. الشرطة الفرنسية تتعرف على أحد منفذي هجوم باريس الإرهابي. تعرفت جهات التحقيق الفرنسية على أحد منفذي الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس من خلال العثور على إصبعه مبتورا في موقع الانفجارات الإرهابية التي حدثت مساء الجمعة. ويذكر أن المشتبه عمر إسماعيل من أصول جزائرية وعاش لفترات طويلة في فرنسا حتى عام 2012. زعزوع حل أزمة السياحة يعتمد على تحسين الصورة الذهنية للعالم عن مصر. أكد وزير السياحة هشام زعزوع إن إدارة ملف الأزمات يعتمد على العلاقات العامة لتحسين الصورة الذهنية للعالم عن الأوضاع الأمنية في مصر. وأضاف زعزوع أن وزارة السياحة المصرية تعتمد بنسبة 90% على السائحين الإنجليز والروس، خاصة فيما يتعلق بحركة الإنفاق المادية، مؤكدا أن حوالي 10 ملايين سائح زاروا مصر عام 2014، موضحا أن 90% منهم يأتون إلى مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة. هبوط أرضي بشارع أحمد زويل بدمنهور يثير الذعر بين الأهالي. سادت حالة من الذعر والفزع بين أهالي دمنهور بعد أن شهد شارع أحمد زويل بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة هبوطا جزئيا، وانتقلت القيادات الأمنية وتم عمل كردون أمني حول المنطقة المنهارة ومنع المواطنين من المرور. وفاة الفنان سعيد طرابيق بعد صراع مع المرض. توفي اليوم الفنان سعيد طرابيق عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ويذكر أن طرابيق تعرض لوعكة صحية منذ فترة وأصيب بحالة إغماء أثناء تصوير إحدى أعماله الفنية، وتم حجزه في العناية المركزة. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن عدم استقرار حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة اعتبارا من اليوم الأحد في الأسكندرية، كما يتوقع وقوع سيول في وسط وجنوب سيناء يومي الاثنين والثلاثاء. وطلب رئيس هيئة الأرصاد المسؤولين بالاستعداد الجيد لمواجهة السيول والأمطار حفاظا على أرواح المواطنين، كما طلب السائقين بتوخي الحذر في القيادة أثناء سقوط الأمطار. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.